أجرت كاميرا أونلايف جولة بعدد من المقاهي الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين لاستعراض آراء الناخبين في إجراء الانتخابات وتطلعاتهم من المجلس القادم للنقابة. أنا حريص جدا أن أنا أنزل في انتخابات نقابة المهندسين لاختيار حد يمثلني في النقابة، ويكون حريص جدا على أهدافي وعلى حياتي الشخصية وحياتي الاجتماعية. نازل بهدف أن أنتخب حد يكون ليه هدف ان هو يرعاني اجتماعيا طبيا في اي مشكله تواجه اي مهندس. المره دي مختلفه عن المرتين اللي في 2014 2016، في وعي شويه، الناس مهتمه انها تيجي، في تنافس ما بين مرشحين كتير محترمه بتقدم افكار جديده وبتقدم برامج انها ازاي تقدر تساعد المهندسين. احنا حريصين ان المجلس اللي هيجي المجلس القادم ان هو لازم يبقى فيه ترابط ما بيننا وما بينه، ما يبقاش المجلس منفرد بقراراته بعيد عن المهندسين، لازم يشرك المهندسين في كل قراراته، ويبقى الخطه اللي حاططها خطه انها تساعد المهندسين. الواحد بصراحه بيتمنى ان شاء الله اللي هيمثلنا يعمل هيكله جديده للنقابه، رؤيه مستقبليه للمهندسين الصغيرين او الموجودين حتى الخبره، يفتح مجالات شغل. حسيت ان الموضوع هنا الى حد ما منظم، ما خدناش وقت، والموضوع فيه شفافيه، والحمد لله في مرشحين انا اتوسم ان هم يعني يرتقوا بالنقابه ان شاء الله.